13 فريق عمل ما بين القطاع الخاص والقطاع العام يشتغلوا اليد في اليد لتقديم تصور مشترك لإصلاح وتحسين إجراءاتنا وتحسين القوانين. القوانين اللي عندنا نقولوها ونعودوها مكبلة، يجب تطويرها، يجب أن ندخل في القرن 21 ونطور ونبسط الإجراءات في كل مراحل بعث المشاريع، من بعث المشاريع لنموها، للجوء للتمويل البنكي، للتجارة الدولية، لكل ما يمكن أن يساعد المستثمرين، لأنه فعلا اليوم ما تحتاج تونس هو تحتاج نمو اقتصادي، نمو اقتصادي يكون مبني على المبادرة، مبني على القطاع الخاص، مبني على روح الريادة. والتونسيين عندهم ما شاء الله في هذا المجال من إمكانيات كبيرة. هذا كنت في جولة أنا لاستدعاء المستثمرين الأوروبيين لمشاركة في المنتدى الوطني المنتدى التونسي للاستثمار تونيزيان انفستمنت فورم، وكل ما أسأل سؤال ما هي الميزة اللي تجدوها في تونس، دائما الجواب كان دائما واحد، لي كومبيتونس هيومان، المقدرات البشريه. اذا يجب علينا ان نوفر المناخ المناسب للاستثمار، لان هناك رغبه في الرجوع والاستثمار باكثر يعني عمق في تونس، لكن اللي يعيب علينا هو كونه اجراءاتنا وقوانيننا معقد. اذا هذه المجموعات تشتغل، وسنقدم مقترحات للمجلس الوزراء، وسنشتغل مع بعض ان شاء الله لوضع تحسينات اطاريه قانونيه ومن كل الجوانب لتحسين مناخ الاستعمال ودفع نمو الاستثمار. صندوق النقد الدولي عندنا تباحث معه منذ اشهر الان، قدمنا بشكل تفصيلي برامج الاستثمارية، قدمناها بشكل تفصيلي واخذنا ملاحظاتهم ومقترحاتهم ومثل عديد المنظمات الدوليه، وكل هذه الاصلاحات تصب في مصلحه الاقتصاد التونسي، لأنه نحن بحاجة إلى تصحيح مسار الاقتصاد التونسي. لا يمكن لنا أن نواصل بنفس الإجراءات المعقدة اللي قلت عليها، ونحن نعيشوا، وذكرت منذ قليل كونه نعيشوا أكثر من تقدم، الدولة مصروفاتها أكثر من إيراداتها وتعمل في عجز ميزانية مزمن، ونستورد أكثر من اللي نصدر، يجعل العجز في الجاري. هذا جعل خلق مديونية اللي هي لا يمكن لنا أن نجابها، وبالتالي يجب أن نغير نموذج النمو. هذا اللي تهدف له الإصلاحات عبر ثلاث أبعاد. البعد الأول هو رؤية جديدة 2035، في إطار هذه الرؤية المخطط 23-25 واللي متقدم الآن في مراحل متطورة، والإجراءات الاقتصادية اللي أعلن عليها في شهر أبريل، إضافة إلى ما ناقشناه اليوم من مجموعة إصلاحات للمسار الاقتصادي والمالي. إذن حزمة إصلاحات ضرورية، احنا مجبرين كنقوم بها بالتوازي بشكل متزامن وبكل أبعاده، لأنه الاقتصاد التونسي بأشد الحاجة إلى تطوير. طبعا سيتم عرض برنامج الحكومة في إطار هذا الحوار كذلك للأخذ بعين الاعتبار، والمسارين يعني متكاملين. السيد رئيس الجمهورية يرأس مجلس الوزراء، وكل ما نقوم به بإشراف السيد رئيس الجمهورية هي إصلاحات مثل ما قلنا مدروسة بشكل تشاركي، بشكل يعني معمق، ونسعى لنفس الأهداف. ربما الرؤية، احنا الرؤية 2035، السي صادق بلعيد تكلم على رؤية 2050، يعني هي 2035 مرحلة في هذا. إذا هناك تجانس وهناك تطابق. أول حاجة عمرنا ما حكينا على الغاء الدعم، عمرنا ما حكينا على الغاء الدعم. ثاني حاجة عمرنا ما حكينا على تنقيص الرواتب، مستحيل، هذا ما صارش. حكينا على ترشيد الأجور. شو يعني ترشيد الأجور؟ يعني ارتفاع الأجور بنسب اللي ممكن تتحملها الميزانية الدولية. احنا مش ما نحبو، شكون ما يحبش يزيد في الأجور؟ السؤال الإيرادات منين؟ منين بتجيبوا؟ حتى باش تخرجوا اليوم على السوق الدولية كي نقترض بالترقيم الأخيرة اللي عندنا، لا يمكن لنا الاقتراض. إذا التحكم في كتلة الأجور بنسب ممكن تتحملها الميزانية العمومية، يعني عدة طرق. هناك برامج إصلاحية، نظام التقاعد الاختياري، هناك نظام يعني التقاعد الخروج الاختياري معناه بتعويضات، هناك تعويض يكون المناصب جديدة بأقل من الخروج للتقاعد، هناك برنامج تشجيع على بعث المشاريع، هناك عدة وسائل يجب أن نلجأ إليها بالتشاور طبعا مع الاتحاد العام التونسي للشغل كي نصنع مع بعض الظروف الملائمة.